تم تم ترم رم تم ترم الله أكرم تم تم ترم رمضان كريم عاملين ايه يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد وشغل رمضان بقى. كل سنه وانت طيب يا استاذ اشرف. الحمد لله يا رب دايما كده كل سنه نيجي نلاقيك بخير ونشوف بقى شغل رمضان والاسعار الحلوه. وانت طيب. عايزه اقول لكم استاذ اشرف من الناس المحترمه اللي انا بصور معاها كل سنه شغل رمضان اقل اسعار بصراحه. النهارده بقى عامل لنا مفاجات حلوه ان شاء الله باذن الله. في عروض لمده اسبوع ان شاء الله. لمده اسبوع باذن الله من تنزيل الفيديو. من تنزيل الفيديو لمده اسبوع تمام. هنشوف بقى النهارده حاجات كتير يا حبايبي. من اول 5 جنيه معانا الاسعار وفي حاجات كمان باسعار السنه اللي فاتت. هتشوفوا كل حاجه معايا دلوقتي باذن الله. ما تنسوش بقى تمر حنا باللايك والاشتراك وكملي معايا الفيديو للاخر. احنا هنا كده في محل الاكيابي امام الصينيه الاكليريك في سنتر درب سعاده. هسيب لك لينك التليجرام في اول تعليق مثبت وهسيب لك العنوان وفي شحن وتوصيل لكل المحافظات داخل وخارج مصر ان شاء الله. جمله وقطاعي تمام. حبايبي استاذ اشرف اصلا موزع جمله كبير جدا. هو بيوزع على المحلات بس احنا بناخد القطعه بسعر الجمله. بسم الله ما شاء الله المحل مليان حاجات. بصوا شايفين الرفايع. اي قطعه هتيجي تقولوا له تبع تمر حنا هيديها لك بسعر الجمله. عنده منبع من الرفايع والبلاستيكات والادوات المنزليه واحدث الاختراعات الجديده للمطبخ. كل حاجه عليها عروض واسعار حلوه جدا لمده اسبوع يا استاذ اشرف ان شاء الله باذن الله. لمده اسبوع يا حبايبي تعالوا لو محتاجين اي حاجه. عنده كل الشغل المستورد وكل الشغل المصري. بصوا بقى الكوبايات الحلوه دي برضو. ده مج 2 في 1 اهو. حجمه كبير في منه اشكال. شكل الفنانيس والشيخ اهو. السنه اللي فاتت طقم ب 10 جنيه. طقم ب 10 جنيه يعني الكوبايه ب 5 جنيه. السنه اللي فاتت. بصوا الجمال ده كده. الاشكال دي لسه نازله جديده. ب 10 جنيه 2 في 1. الله حلوه قوي الالوان. في الابيض في البينك. لا جميله قوي الالوان والاشكال. برضو اشكال ثانيه. تشكيله كبيره اهي. في برضو اشكال ثانيه يعني ده برضو ب 10 جنيه. ده برضو ب 10 ليها ايد وجميله اهي. في برضو منها الوان. في الوان كتير. عنده الوان كتير. بصوا معانا برضو كوبايات رمضان الحلوه دي. دول الثلاثه مع بعض بكام يا استاذ اشرف؟ الطقم الثلاث كوبايات ب 12. ب 12 بسعر السنه اللي فاتت برضو. بصوا بقى الاشكال الجميله دي حلوه قوي. 12 جنيه العرض ده برضو لمده اسبوع. في شغل في اشكال جديده نازله ان شاء الله السنه دي باذن الله. هتبقى حلوه وكوبايات انواع جديده. في اشكال برضو هتنزل جديده وحلوه تمام. بصوا بقى معانا صواني ايكيا اهي اللي عليها بقى رسومات رمضان الحلوه دي. 2 في 1. دي الكوبي بتاعت ايكيا. الاثنين بكام بقى؟ الطقم الاثنين ب 15 جنيه. الاثنين ب 15 جنيه يعني الواحد يعتبر ب 7.5. قطعه ب 7.5. في بقى منه الابيض والاقوى واشكال بقى. اشكال رمضان بحاجة. بصوا كمان الفنانيس منه روعه. بصوا كده مكلبز وجميل. وفي منها الحجم الكبير ده. وفي الكبير ده لسه بقى الاشكال الرمضانيه بتنزل عندك برده حلوه. ان شاء الله. ده عليه عرض بقى كام؟ 16 جنيه. بصوا كده الصينيه اللي هي الكوبي بتاعت ايكيا ب 16. في ناس كتير بتبيعها دلوقتي ب 20 و25. 20 جنيه في السوق كله عامه. جميله ب 16 جنيه. حلوه قوي. ودي برده اشكالها كلها حلوه. انا شفت لكم اشكال جديده. دي كده الاثنين عاملين 15. في الازازه الباندا الترند دي برده. حلوه الازازه دي جميله. دي ب 20 جنيه. لا حلوه قوي في الاستعمال. انا عندي منها جميله. حلوه جدا في الاستعمال ومحكمه الغلط. السنه الجديده. دي برضو بتاعت رأس السنة جميلة. بكام دي بقى؟ مكتوب عليها 2024. حلوة قوي. بصوا بقى معانا ميدالية رمضان دي دست على بعضها مش كده؟ ده 12 قطعة. بكام بقى؟ كلها 24 جنيه. أرخص من السنة اللي فاتت. بصوا 24 جنيه 12 قطعة بس الأشكال دي جديدة والأحجام كبيرة شوية عن اللي نازلة. الأحجام كبيرة والأشكال جديدة. دي كده 12 قطعة دست ب 24 جنيه. 24 جنيه تمام. عياشة بتاع رمضان. برضو كل اشكالها حلوه. بكام بقى دي؟ سعر السنه اللي فاتت برضو ب 10 جنيه. 10 جنيه؟ لا جميل تمام. والوانها حلو. كلها سعر السنه اللي فاتت. الصواني وصلت اهي بتاعت رمضان جميله. الصينيه دي حلوه قوي انا عندي منها. بكام بقى المقاس الصغير والكبير؟ عرض السنه اللي فاتت. اسعار السنه اللي فاتت؟ 10 15 10؟ الصغير ده ب 10. الصغيره دي ب 10 جنيه. اهي بس الوانها حلوه قوي. كل اشكالها جميله. دي الوسط تحفه. بصوا دي ب 12 ونص. دي ب 12 ونص. بصوا حجمها قد ايه؟ حجمها كبير على فكره. ودي الكبير.
ودي الكبيره خالص بكام بقى؟ 15. دي ب 15. بصوا الاول حجمها قد ايه؟ بقى الوانها كل اشكالها بقى على التليجرام. كلها اشكالها على التليجرام. كل اشكالها هتلاقوها على التليجرام. بصوا في منها بقى الالوان الجميله دي، اشكال كتير. كانوا السنه اللي فاتت كان الطقم ده بيتباع ب 100، احنا هناخد بقى. انت عايزه واحده ب 10، دي ب 12 ونص، دي ب 15. يعني لو حسبتي الثلاث قطع مش هيقفوا عليكي ب 40 جنيه. هيكملوا 40 جنيه. لا حلوين قوي بصراحه. بس العرض ده برضه لمده لمده اسبوع يا حبايبي. بصوا كده، هو عشان منزل لنا في الاسعار عشان اول مره بس ايه نصور شغل رمضان. بصوا الجمال ده ب 10 جنيه يا بلاش. دي ب 12 ونص. دي ب 12 ونص، دي الوسط. دي الوسط ودي الصغيره والكبيره موجوده. تمام. ثلاث مقاسات من 10 12 ونص. دي ب 12 ونص ودي ب 10. تمام. والكبيره خالص دي ب 15. الكبيره ب 15. ماشي. نفس طقم الكوسترات الجديد ده اهو، دي كده العلبه بتاعته. جميل. سبع قطع كده بكام؟ سبع قطع 10 جنيه. 10 جنيه؟ لا حلو قوي ب 10 جنيه. في منه الوان بقى حلوه. استاذ اشرف عنده مصنع بيصنع له الحاجات دي. لا جميل قوي ب 10 جنيه يا بلاش. بصوا حبايبي، ده كده كان السنه اللي فاتت ب 15 جنيه، السنه دي هناخده من عند استاذ اشرف عرض لمده اسبوع من بعد الفيديو 8 جنيه بس. العرض ده ليكوا انتوا بس، لازم تقولوا له طبع تمر حنه. جميل. تعالوا قولوا له كده عشان انتوا بتروحوا اماكن مش بتقولوا طبع تمر حنه فبيدوكوا اسعار غاليه. ده بكام يا استاذ اشرف؟ ده ب 12 ونص. ده ب 12 ونص. والكبير خالص معلش نشوفه تاني. خالص ب 25. بصوا بقى الجمال ده كده كبير خالص، وكمان في دلايه بدل 35 25. ده كده حاسب لنا القطعه زي التجار اللي بيجوا ياخدوا منك بسعر الجمله يا حبايبي، بسعر الكرتونه. في بقى منه اشكال. بصوا كتير جدا. الله حلوه قوي الاشكال دي. في اشكال جامع اهي. الاسعار دي الحقوها بقى لو محتاجين الحاجات الحلوه دي كده. السنه اللي فاتت. كل ده بسعر السنه اللي فاتت، بس الشغل جديد. الشغل ده جديد اصلا، شغل رمضان ما بيقعدش عند استاذ اشرف. ده بكام بقى دي الدلايه الحلوه دي؟ 25 برضه. جميله قوي. بصوا الخشب بتاعها حلو جدا. بقى اشكال الدلايه الحلوه دي. في بقى معانا الفنانيس اهو، جميل قوي. الدلايه بتاعته برضو بتبقى شكله، عايزه اقول لكم ان الخشب تقيل وحلوه جدا. بدل 35 انا اخدها عرض ب 25 ان شاء الله. 25 سمك 4 ملي. وفي كمان معانا حسونه وبكار تحفه وحجمها كبير على فكره. بقى عامل لنا مفاجاه حلوه على الاستاندات دي. الاستاند ده بدل 15 و17 ونص هناخده عرض ب 10 جنيه. 10 جنيه يا حبايبي لمده اسبوع. احنا بنأكد في كلمة الله اسبوع على الجمال. هو بياكد لكم علشان بعد اسبوع الاسعار هتغلى. حلوه قوي اشكاله. بصوا كمان بسند، جميله قوي بسند بالعبايه. بصوا الجمال، 10 جنيه بس. في اكتر من 20 شكل. في اكتر من 20 شكل، وكل ما تيجوا هتلاقوا اشكال كتير. ده كده 10 بدل 15 جنيه. بصوا كمان بكر، لا حلو قوي الفنانيس المقلبس ده. بصوا الوانه جميله. حلو قوي. في كمان معانا بقى ده بتاع السنه اللي فاتت بس مش موجود منه. بصوا ده كان ب 7 جنيه ونص السنه اللي فاتت. يعني بصوا الحجم الثاني كبير خالص. اهو يا بصوا بقى ده من ده، فده ب 10 جنيه فالحقيه بقى قبل ما يخلص قده مرتين. ده كده ب 10. في برده معانا الدلايه القمر دي، حجمها كبير. دي كام بقى لينا؟ 35. 35. بصوا حجمها قد ايه؟ انت كده حاسب لنا كل الاسعار بسعر السنه اللي فاتت وبسعر السنه اللي فاتت وبسعر الجمله. الحلقه دي الحمد لله. تمام. وفي برده معانا منها دي برده باللون الجولد، دي ب 30 جنيه. برده نفس الشكل بس اللي هي كلها جولد، عشان دي الطبقتين، دي جولد في خشب. حلوه قوي ب 30 ودي 35. في الكف ده بقى؟ جميل ده برده. 9 جنيه. ده ب 9 جنيه؟ ب 9 جنيه بكل اشكاله. حلو قوي. في الوان منه كتير جدا. في منه اشكال. في اكتر من 50 شكل. في الوان كتير. دي بدايه التشكيل عندنا لسه. دي بدايه التشكيل. لا ما انت معروف في الاخشاب والحاجات دي، حتى الحاجات تحفه. شغل كبير جاي باذن الله. تمام. ودي بقى عامله كام بتاعه التوابل الحلوه دي؟ 25 جنيه عشان تمر حنة. 25؟ بصوا حبايبي دي كانت السنه اللي فاتت ب 35 جنيه. جميله. بصوا كده اشكال بقى، دي كده 25 جنيه بالتوابل بتاعتها. بالتوابل يعني حاطط لنا ملح وفلفل اسمر. 25 بدل 35 جنيه لمده اسبوع. بالله دي برده دي جميله. بكام بقى دي؟ 25. 25 جنيه. حلوه قوي. كل الخشب ده اللي ولا 4 مللي؟ بصوا الخشب اللي هو التخين مش الخفيف. اشكالها بحالها ايه برده؟ تمام. 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 اشكال كتير جدا. بصوا دي بقى الترند اللي نازله كده، كل الناس بتحبها وبتديكي ديكور حلو قوي. دي سلسله قبل اي كلام. دي سلسله مش دي سلسله دي مش ورق، بيقول لكم دي سلسله وفيها الريش بتاعها. الريش بتاعها خشب. الخشب 4 مللي. بصوا بقى الجمال ده كده جميله. او كام بقى يا استاذ اشرف؟ اعمل لنا عليها عرض حلو. 30 جنيه. 30؟
بص يا حبايبي 30 جنيه الاسعار دي لمده اسبوع. الاسعار دي لمده اسبوع. اسبوع دي ب 30 جنيه. تمام حلوه قوي بصراحه وحجمها كبير. الشكل الثاني منها برضو اهو في انجليزي، رمضان كريم انجليزي ورمضان كريم عربي. اشكال بقى وكلها الشكل ده كده جميله بصراحه ب 30 جنيه بلاش. لا بصوا بقى القمر ده كده، ده ستاند اهو شكل الهلال وجواه جامع في ستيريا كمان حلو قوي. بكام دي بقى؟ 35. 35؟ اه بصوا في سيريه نور ب 35 جنيه. دي الوانه لا حلو قوي. دي الوانه؟ اه في بقى الجولد الاسمر البيج ده كله بينور، ده كده ب 35. 35 تمام. بصوا بقى المبخره الجميله دي، دي منها ستاند ومنها مبخره جميله. حلوة قوي. عامله كام بقى؟ 15 جنيه. 15؟ السنه اللي فاتت كنا مصورينها عندك اغلى من كده. كانت اغلى من كده. اه بصراحه استاذ اشرف مظبط لنا الاسعار بس هو بيقول لمده اسبوع. 15 جنيه حبايبي. موجود منها كميه ان شاء الله، متاح منها موجود كمية. منها كميه بس لمده اسبوع الاسعار دي. تمام. في وش النسكافيه ده؟ اه برضو حلوه برضو العلبه دي. ست وشاش وست كوسترات. تمام يعني 12. بيعمل 20 اه بالعلبه. طقم على بعضه بالعلبه ب 20 جنيه. تمام. معانا برضو الراديو ده شكل الراديو، علبة مناديل جميلة برضو. بصوا كده حلوة قوي. عاملة كام؟ 18 جنيه. 18؟ أظن بقى كل الأشكال الرمضانية نازلة لك برضو إن شاء الله بإذن الله. تمام. دي 18 جنيه. دي 18 جنيه. بصوا الجمال ده كده، مش هتلاقوا الأسعار دي في أي مكان أهو. عرض لمدة أسبوع 18 جنيه. بصي هي دي ب 15. أه تعلقة المفاتيح القمر دي فيها أربعة هوك كمان وباب من جوه. بس هنعمل عليهم عرض. هنعمل عليهم عرض بس حاجات صغننة قوي. بصوا الجمال ده. الله حلو قوي. اه 12 ونص جميله. تمام. دي او دي كده ب 12 ونص. ودي عامله كام؟ زيها 12 ونص؟ 12 ونص. 12 ونص برضه. الاربع اشكال دول ب 12 ونص. تمام. في المبخره السحاب دي. اه حلوه برضه. 9 جنيه. 9 جنيه؟ 9 جنيه اهي. السنه اللي فاتت كنا مصورينها ب 10 من ضمن العرض. في منها اللون ده وفي منها كمان اللون البني ده. الوانها كلها اهي. اه الوانها حلوه. برضو عرض بقى حلو قوي على الكعبة دي لأول مرة حصري عند أستاذ أشرف. الشكل الجديد كمان 12 جنيه ونص بس. 12 ونص. عايزة أقول لكم إن أنت ممكن تستخدميها تبخري فيها عادي. يعني بصوا هي لها طبق من جوه استلس أهي، شكلها روعة ب 12 جنيه ونص بس أهي. دي كده عرض برضو لمدة أسبوع. في ثلاث مقاسات. في ثلاث مقاسات. 12 ونص ده اللي على العرض. تمام ده اللي عليه العرض. وفي الوسط دي؟ اه برضو 30. حلوة. دي ب 30. الكبير ب 40. الكبيرة دي برضو روعة، أنا عندي واحدة منها جميلة. كل حاجة في منها طبق استلس. بتزيد غصب عني. 30 40 12 ونص. 12 ونص بس دي أمورة قوي. بقى يا حبايبي الشغل الجديد اللي لسه نازل دي كده أذكار الصباح والمساء جميلة. تحطيها بقى كده مغناطيس تحطيها على التلاجة تحفة. دي بقى بكام؟ دي بص هي المفروض 25 جنيه. اه حجمها كبير. هنعمل لها عرض برضو لمدة اسبوع برضو من ضمن العرض. تمام. 20 جنيه. 20 جنيه لمدة اسبوع. لمدة اسبوع. لا حلو قوي. أذكار الصباح والمساء. والخط بتاعها الخط بتاعها عريض عشان برضو لو حد نظره ضعيف. تمام. بصوا الجمال ده كده، دي بقى علقة مفاتيح بس حجمها كبير. اه حلوه قوي. دي تداري بيها باب اللي هو بتاع المفاتيح. الله يا رب يبارك هذا البيت. بصوا مكتوب بقى عليها كلمات قرانيه وحلوه. ممكن كمان تحطي في السور ده كده زرع. كل اعوذ برب الفلق. اه في منها الوان واشكال. بكام ده بقى دي؟ دي 45. 45 بس جميله. بصوا بقى الجمال ده كده، الله حلوه قوي. ده فانوس خشب. خشب. اه شكله تحفه. ده ب 25 سعر السنه ب 25 بس. بصوا حجمه قد ايه؟ طبقه بقى كده عشان نشوفه لما يتطبق. يعني ممكن تطبقيه كمان عشان ما ياخدش معاكي مكان. ده كده خشب اهو شكله تحفه ب 25. فين بقى اشكاله بالوانه واشكال؟ الشكل ده في منه الشكل ده كده. دي الوانه كلها. اه في الشكل ده حلو قوي. ده بكار ورشيده. هو برده الناس الشكل اللي معاكي ده او ده ب 25. اي واحد ب 25. اي شكل منهم ب 25 جنيه. تمام. وده عامل كام؟ لا ده مفيش منها ب 10 جنيه. لا دي برضه دي جميله. بكام بقى دي؟ 25. 25 جنيه حلوه قوي. كل خشب دل ولا 4 مللي؟ اه بصوا الخشب اللي هو التخين مش الخفيف. اشكالها بحالها ايه برضه؟ تمام تمام تمام. اشكال كتير جدا. بقى معانا فروع النور الحلو ده. ده 3 متر. 3 متر كور. تمام. كل ده سعر السنه اللي فاتت ده ب 75. 75. 75 جنيه. سعر السنه اللي فاتت ده مستورد؟ ده مستورد. ده مستورد. تمام. وده ب 160، ده 12 كور. ده الكور اللي هي الكبيره ب 160 جنيه. 160 سعر السنه اللي فاتت. سعر السنه اللي فاتت برضه حلو قوي. الكميه منه مش كبيره عامة يعني. تمام. يا رب يكون النهارده الفيديو عجبكم وتكونوا اتبسطتوا منه. احنا النهارده كنا بنصور في محل اشرف الاكيابي قدام الصينيه الاكليريك في سنتر درب سعاده. طبعا انتوا عارفين سنتر درب سعاده اللي انا بصور لكم فيه، ودي اليافطه بتاع
بتاعته اهي، هسيب لكم لينك التليجرام في اول تعليق مثبت، وهسيب لكم العنوان، وفي شحن وتوصيل لاي مكان محافظات وداخل مصر. ما تنسيش بقى تمر حنا باللايك والاشتراك، وهسيب لك لينك التليجرام ومستنيه رايك. مع السلامه.